بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا. والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف رحمهم الله تعالى، وهو مذهب أهل الحديث، وهو منسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخضمي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم ربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية، وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع للسنة، وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. عن علي بن أبي موسى الرضا. نعم، قال إن هذا في نسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي، قال في نسخة علي بن موسى الرضا، وهو الصحيح الذي أثبتناه. عن علي بن أبي موسى الرضا والصحيح الذي أثبتناه، يقول قال علي بن موسى ابن أبي موسى، الصحيح ابن أبي موسى عندك؟ لا، عندي ابن موسى، قال هو الصحيح محتمل، أنا سقطت بموسى كان علي الرضا، قرأت علي الرضا عن علي. أي نعم، عذرت نعم عن علي. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن الرضا، وذلك من الموضوعات. ابن موسى. نعم. عن علي. نعم. عندكم أثبتها عندي علي بن الرضا، قال وفي نسخة علي بن أبي موسى الرضا. نعم. نعم. علي بن موسى. ابن أبي موسى. ابن أبي. نعم. نعم. نسخة. هذا النسخة المحققة حقق هذا. أبو يحيى محمد الوسط. نعم. في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى هذه المجالس، مجالس العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالس هذه مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة وتحفظ الملائكة ويذكر الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
فينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الأمر العظيم، ويستشعر أنه في عبادة، وأنه في طلب علم، وأنه في عبادة من أجل العبادات وأجل القربات وأفضل الطاعات. طلب العلم لا يعدله شيء كما قال الأئمة، هو أفضل من نوافل العبادة، من نوافل الصلاة والصيام والحج، يعني النوافل. يعني إذا تعارض مثلا صلي نافلة صلاة الضحى أو صلاة الليل أو تطلب العلم، طلب العلم مقدم. إذا تعارض طلب العلم وصيام النفل يقدم طلب العلم، إذا تعارض طلب العلم وحج النافلة يقدم طلب العلم. لماذا؟ لأن طلب العلم يتبصر الإنسان ويتفقه في دين الله، فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، فنفعه متعدي، بخلاف نوافل الصلاة والصوم والحج، هذه عبادة قاصرة قاصرة على الإنسان. والقاعدة عند أهل العلم أن العبادات المتعدية لا، المتعدي نفعها أفضل من العبادة القاصرة. لذلك ينبغي للطالب أن يستشعر أنه في عبادة عظيمة، أنت في عبادة عظيمة، تقرأ كتب أهل العلم وتطلب العلم، تسمع كلام أهل العلم، وفي بيت من بيوت الله، تنتظر فريضة من فرائض الله، فأنت تعتبر من المرابطين، من الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة كما قال النبي، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فأنت مرابط الآن، من المرابطين، تنتظر صلاة العشاء وفي بيت من بيوت الله وتسمع العلم. فينبغي للطالب أن يستشعر أنه في عبادة، ثم عليه أن يلاحظ الإخلاص، تخلص عمله. العبادة لا بد فيها من أمرين، لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى تبنى على أصلين عظيمين. الأصل الأول الإخلاص، إخلاص العمل، تستشعر أنك في عبادة، تخلص عملك لله، ما تطلب العلم لأجل مراعاة الناس أو من أجل السمعة أو من أجل الشهرة، يقال الفلان يحضر الدورة، أو من أجل الدنيا تأخذ شهادة، أو كذا، أو من أجل المجارات أو المدارات أو المنافسة أو لأي مقصد من المقاصد. يجب على المسلم أن يخلص عمله لله، تطلب العلم للعلم لله، تطلب العلم لله إخلاصا لله، طلبا لمرضاته، تنوي أن تنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك من الجهل، كما قال الإمام أحمد المسؤول عن ماذا ينوي طالب العلم، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلابد لطالب العلم أن يستحضر هذه النية وأن يخلص عمله لله. أما إذا قصد في طلبه العلم مجارات العلماء أو مجارات السفهاء أو الشهرة أو لأجل الدنيا أو لأي مقصد من المقاصد، فإنه خاسر، فهو خاسر وهالك. قد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الفقه في الدين يتبصر الإنسان ويتفقه في شريعة الله، فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من العلم. وأعلى العلم وأفضل العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقه سبحانه. العلم بذات الله وأسمائه وصفاته، تعلم ربك المعبود سبحانه وتعالى أنه هو المعبود بالحق، تعلم أن لك ربا وإلها ومعبودا بالحق له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه فوق العرش مستوى على عرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه الرب وغيره المربوب، وأنه الخالق وغيره المخلوق، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. تعلم هذا، تعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب والسنة، تؤمن بذلك، تؤمن بأن الله هو عالم الغيب والشهادة، هو المعبود بالحق، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الذي له الأسماء الحسنى، هو العزيز الحكيم.
تؤمن بأفعاله وأنه سبحانه وتعالى من أفعاله أنه يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضحك ويعجب لا كعجب المخلوقين ولا كضحكهم ولا كأفعالهم. هذا علم، هذا أشرف العلوم، تعلم ربك الذي تعبده بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم إذا علمت ربك عرفت المعبود، هذا وسيلة إلى أن تعبده سبحانه وتعالى. العلم توحد الله في ربوبيته، يعني توحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا وسيلة إلى أن توحده في عبادته حق. إذا عرفت ربك بعد ذلك عليك أن تعرف حقه، حقه هو العبادة. العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. توحد الله بأفعالك أنت، والعبادات التي تتقرب بها إلى الله، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ينبغي للمسلم أن يستشعر هذا حينما تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حينما تدعو إلى الله، حينما تصل رحمك، حينما تحسن إلى جيرانك، حينما تكف نفسك عن المحرمات، عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن التعامل بالربا وعن أكل الرشوة وعن أذية الناس والعدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأعراضهم. تتعبد الله بذلك، هذا حق الله، حق الله أن تعبده بالأوامر والنواهي، تفعل الأوامر وتترك النواهي، هذا العبادة، هذا هو الدين. الدين هو أن تعلم ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تعلم حقه سبحانه وتتقرب إليه بما يحب سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب وهو كتاب الإيمان كتاب عظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، فيه بيان حق الله عز وجل، حق الله الذي هو محض حقه الذي لا يصلح أن يصرف منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما الإيمان؟ الإيمان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانك، تنطق بها بلسانك وتصدق وتقر وتعترف بمعناها في قلبك وتلتزم بحقوقها ومعانيها، هذا هو الإيمان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وقد أُلفت في هذا الإيمان كتب كثيرة متعددة، الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن أبي عبيد وغيره، كتب كثيرة لا حصر لها، لكن هذا الكتاب كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام من أئمة السنة والجماعة، أظهر مذهب السنة بعد أن اندثر، جاء بعد الأئمة وألف هذا الكتاب، كتاب الإيمان الأوسط هذا الذي بين أيدينا، وكتاب الإيمان الكبير، فيه بحوث ومسائل دقيقة لا توجد في غيره من الكتب، فهو كتاب عظيم، كتاب الإيمان، فيه الأدلة والنصوص ووجه الاستدلال والردود وبيان ما يدخل في مسمى الإيمان وما لا يدخل، وبيان الفرق المخالفة والموافقة، وبيان ما بين الفروق، ما بين المذاهب من الفروق، وبيان ما كان أقرب منها إلى الحق وما كان أبعد منها عن الحق، وما الذي تجتمع فيه وما الذي تختلف فيه. فهو كتاب عظيم، كتاب الإيمان الأوسط وكتاب الإيمان الكبير لا نظير له، ألفت في الإيمان كتب عظيمة لا حصر. وأنتم ترون الآن كيف بحث رحمه الله، سبق في الدورة الماضية في العام الماضي أن قرأنا ما يقارب ربع الكتاب، فوقفنا على هذا الفصل، سمعتم استعرض المؤلف رحمه الله المذاهب، مذاهب المرجئة ومذاهب الخوارج والمعتزلة، استعرض الأسباب التي تسقط بها عقوبة جهنم وأنها أسباب عشرة، ثم قال فصل، ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان تنازعا نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. المقصود أن علي طالب العلم يعتني بالنية والإخلاص والصدق وحضور القلب والانتباه
والرغبة في الفائدة والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما سبق قال: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا. يعني تنازع الناس من هو المؤمن. الخوارج لهم تعريف للمؤمن والإيمان، والمعتزلة لهم تعريف، والجهمية لهم تعريف، والكرامية لهم تعريف، والماتريدية لهم تعريف. كل طائفة لها تعريف. تنازعوا في اسم المؤمن وفي اسم الإيمان نزاعا كثيرا. يقول المؤلف: منه لفظي وكثير منه منعوي. منه لفظي، قد يكون النزاع هذا لفظيا، مثلا الفاسق هل يسمى مؤمن أو لا يسمى مؤمن مع الاتفاق في المعنى، مثل الفاسق هل يسمى مؤمن عند المعتزلة وعند بعض السنة لا يسمى مؤمن، وبعضهم يسميه مؤمن وإن كانوا يتفقون في المعنى. وكثير منه معنوي، كثير من النزاع معنوي، يعني يترتب عليه فساد في العقيدة. النزاع اللفظي هو الذي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، والنزاع المعنوي هو الذي يترتب عليه فساد في العقيدة. مثل الخوارج يقولون المؤمن كما سيأتي هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، هذا يوافق أهل السنة. أهل السنة يقول المؤمن هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، لكن الخوارج يقولون إذا ترك واجبا من الواجبات أو فريضا من الفرائض أو فعل محرم من المحرمات انتهى الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار. وأهل السنة يقول لا، ينتهي الإيمان بل يبقى ضعيف الإيمان ولا يخلد في النار. هذا نزاع معنوي يترتب عليه فساد في العقيدة، هذا النزاع المعنوي. وقد لا يترتب عليه فساد في العقيدة، مثل نزاع مرجع الفقهاء مع أهل السنة في أن العاصي في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أو لا تدخل، مع الاتفاق على أن الواجبات واجبات ومحرمات محرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الناس تنازعوا في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. فالنزاع المعنوي هو الذي يترتب عليه فساد في العقيدة، والنزاع اللفظي هو الذي لا يترتب عليه فساد في العقيدة. قال: فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام. أئمة الفقهاء من السنة والجماعة متفقون في الأحكام، لا يخالفون، إن الذي يخالف أهل البدع هم الذين يخالفون، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، يعني بعض أهل السنة يتفاوتون على حسب ما أعطاهم الله من العلم، فبعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان. يعني تنازعوا في اسم المؤمن، في اسم الإيمان، في اسم الإسلام، في اسم الدين، كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل استثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق من لي مؤمن كامل الإيمان أم لا، كل هذه محل نزاع. يعني تنازعوا في الإيمان هل يزيد أو ينقص. جميع الطوائف يقول الإيمان لا يزيد وينقص، الجهمية المرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء ومرجئة الكرامية ومرجئة الجهمية ومرجئة الماتريدية، كلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولو شيء واحد إذا زاد الجميع وإذا ثبت الجميع إلا أهل السنة والجماعة قالوا يزيد وينقص. وهل يستثنى فيه أم لا، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، جميع الطوائف يقولون لا يستثنى منه، إلا أهل السنة يقول يستثنى، يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار ولا يجوز باعتبار. وهل الأعمال من الإيمان أم لا، كذلك هذا محل نزاع، جميع الطوائف يقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، طوائف المرجئة الأربع. أما أهل السنة يقول الأعمال من الإيمان، وكذلك الخوارج يقولون الأعمال من الإيمان، وكذلك المعتزلة يقول الأعمال من الإيمان. لكن الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين أهل السنة أن الخوارج والمعتزلة يقولون إذا زال بعض العمل زال الجميع، وأهل السنة يقول لا، ما يزال الجميع، يبقى ناقص.
وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ الفاسق الملي، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، سمي فاسق لأنه خرج عن طاعة الله من الفسق وهو الخروج. وقالوا فسقت التمرة إذا خرجت انشقت خرجت منها النواة، فالمادة تدل على الفسوق. ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها عن طبيعة غيرها بالإذاء. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق سلنا في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور. سميت فواسق لكونها خرجت عن طبيعة غيرها بالإذاء لأنها مؤذية، هذه الخمس، ولهذا تبقى في الحل والحرم لفسقها وخروجها عن طبيعة غيرها بالإذاء. فالفأرة تفسد ما أتت عليه، والحية والعقرب كالدغان، والكلب العقور كذلك يعض ويؤذي ويضع ما في فمه من المرض، والغراب يأكل سنبل الزرع وينقض الدبرة التي في البعير، كلها فوائد مؤذية. فالعاصي سمى فاسق، لماذا سمى فاسق؟ لخروجه عن الطاعة بالفسق. وقول الملي يعني الذي داخل في ملة الإسلام، هناك فاسق ملي وفاسق غيره. فالفاسق غير الملي هو كافر الذي خرج من ملة الإسلام، والفاسق الملي هو العاصي الذي هو داخل في ملة الإسلام. هل هو مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ أهل السنة يقول ناقص الإيمان، والمرجئة يقول كامل الإيمان. هذه محل النزاع. إذن هناك أشياء يقول المؤلف تنازعوا فيها: الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ هل يستثنى من الإيمان؟ هل الأعمال من الإيمان؟ هل فاسق من لي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ أربع مسائل تنازعوا فيها. ثم بيّن المؤلف رحمه الله القول الصحيح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فقال: والمأثور من الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. هذا هو قول الصواب الذي تدل عليه النصوص، وسيبين المؤلف رحمه الله ما خالف، والذي هو قول الصحابة والتابعين والأئمة أن الإيمان قول وعمل. قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح: الصلاة والصيام والزكاة. إذن يكون الإيمان أربعة أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد وينقص. هذا قول السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والكرامية، كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو قول أهل الحق والذي تدل عليه النصوص: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قصدت أن الأعمال كثيرة والواجبات كثيرة والمحرمات، وأنك لا تزكي نفسك ولا تجزم بأنك أديت ما عليك، فأنت تقول: إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله إني أديت ما وجب الله عليك. يعني الإنسان لا يزكي نفسه. أما إذا أراد أصل الإيمان فلا يجوز، يقول لك: أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قصد أصل الإيمان، أصل الإيمان التصديق، هذا ما في استثناء. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر اسم الله لا يستثنى. أما ما عدا جمهور للسنة فجميع الطواف يقول لا يستثنى في الإيمان. المرجئة الجهمية يقول لا يستثنى في الإيمان، والإيمان هو التصديق، تشك في إيمانك. وكذلك أيضا كرامية لا يستثنون، مرجئة الفقهاء لا يستثنون، الماتريدية لا يستثنون، الخوارج لا يستثنون، المعتزلة لا يستثنون، كلهم يقولون لا تستثنى، تشك في إيمانك. أما السنة يقول لا، أنا ما إذا قصدت أصل الإيمان فلا أستثني، لكن أقصد أن الأعمال متعددة، شعب الإيمان كثيرة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، ولا يزكي نفسه، فلذلك له أن يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا قال المؤلف: وأنه يجوز الاستثناء فيه. ثم ذكر أقوال الصحابة التي تؤيد هذا، قال: كما قال عمير بن حبيب بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. هذه أقوال الصحابة.
فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه تلك زيادته. إذا صلى الإنسان وصام وبر والديه وذكر الله وقرأ القرآن وحمد وسبح زاد الإيمان، زاد زيادة العمل، يعني أعمال صالحة من الإيمان فيزيد. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك يقصر، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله ونسي أو فعل معصية نقص الإيمان وضعف. يقول المؤلف فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. إذن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجوز الاستثناء فيه. قال المؤلف ربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، بعضهم قول وعمل ونية، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، والنية نص عليها كما سيبين المؤلف رحمه الله نص عليها لئلا يغفلها بعضهم. وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، زيادة التوضيح عمل ونية واتباع السنة. وربما قال بعضهم وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح، قول باللسان واعتقاد بالجنان فتح الجيم هو القلب الجنان، أما الجنان بكسر جمع جنة، الجنة جمعها جنان، وأما الجنان بفتح الجيم هو القلب، فلا يغلط الإنسان يقرأ الجنان يختلف المعنى فتح الجيم أو كسر، الجنان هو القلب والجنان جمع جنة. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، الأركان هي الجوارح أي بالجوارح، كل هذه عبارات السلف ولا منافة بينها كما سيبين المؤلف رحمه الله، سيبين المؤلف رحمه الله أن كلها معناها واحد. فالذي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أو يقول قول وعمل ونية واتباع السنة، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح، سيبين المؤلف رحمه الله توجيه كل واحد كلها معناها واحد ومؤداها واحد. قال وروى بعضهم هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخه المنسوبه الى ابي الصلت الهروي عن علي بن ابي مسلم رضاه، وذلك الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل العلم بحديثه. هذا يعني تعريف الايمان وان الايمان قول باللسان واعتقاد، رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع كما بين المؤلف، ما ثبت الحديث عن النبي انه قال الايمان قول باللسان وعمل بالاركان، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذا روية هذا الحديث إلا أنه موضوع، وما لا موضوع يعني مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت. يقول المؤلف وليس بين هذه العبارات اختلاف، يعني أي عبارات؟ العبارة اللي سبقت يعني تعريف الإيمان، كم تعريف لك المؤلف؟ تعريف الأول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الثاني الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، الثالث الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هل في اختلاف؟ ما في اختلاف. المؤلف رحمه الله يقول هذه العبارة كلها متفقة وسيبينها الآن. نعم تفضل. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، وليس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك،
فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. نعم، المؤلف رحمه الله بيّن أن التعريفات السابقة كلها مؤدها واحد وليس بينها اختلاف في المعنى، ولهذا قال المؤلف وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. المراد العبارات التي سبقت في تعريف الإيمان، العبارة الأولى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، العبارة الثانية الإيمان قول وعمل ونية، العبارة الثالثة الإيمان قول وعمل قول وعمل ونية واتباع السنة، العبارة الرابعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذه أربع عبارات أو أربع تعريفات الإيمان. هل بينها اختلاف؟ لا، المؤدى واحد، اختلاف الأفاظ المعنى واحد. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله فيما سمعنا اتفاق هذه العبارات، فقال وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذا القول المطلق في كلام السلف، إذا قيل القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ما هو قول اللسان؟ قول اللسان النطق، أشهد أن لا إله إلا الله. قول القلب الإقرار والتصديق، يشهد أن لا إله إلا الله وتقر بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، تقر وتصدق حتى تخرج من صفات المنافقين، لأن المنافقين يقول أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه أشهد أن محمد رسول الله ولكن قلبه مكذب. فإذا المنافق يقولها بلسانه، عنده قول بلسانه لكن ما عنده قول القلب. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله باليوم الآخر بأي شيء؟ بألسنتهم، وما هم مؤمنون بقلوبهم. إذن أثبت لهم الإيمان ونفعهم الإيمان، كيف ذلك؟ هل يكون هذا تناقض؟ معاذ الله، شرط التناقض اتحاد الجهة، أن ترد النفي والإثبات على جهة واحدة، هذا التناقض. ولكن هنا الجهة مفكة، فجهة إثبات الإيمان اللسان، وجهة نفي الإيمان القلب. ومن الناس يقول آمنا بالله يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا باللسان والله يعلم إنك لرسوله، ولهذا قال في آخرها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون بأي شيء؟ بقلوبهم. إذن الإيمان قول باللسان يتناول قول القلب وقول اللسان، لا بد من الأمرين، اللسان ينطق والقلب يصدق ويقر، ما يكون إيمان إلا بقول القلب وقول اللسان حتى يأخذ الإنسان من صفة المنافقين. ولهذا قال المؤلف ولكن القول المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، والعمل المطلق في كلام السلف يتناول عمل القلب والجوارح. إذا قيل العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ما هو عمل القلب؟ النية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والتوكل والإنابة. وعمل اللسان عمل الجوارح ما هو؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج وإماطة الأذى عن الطريق والأمر المعروف النهي عن المنكر وقراءة القرآن، هذه من أعمال الجوارح. قال المؤلف رحمه الله فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين. قول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالثقيل، يعني قول اللسان لا يسمى قولا إلا إذا قيد، أما إذا أطلق فلا يسمى قول. القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، لكن إذا أريد أحدهما يقيد، كما في الآية قوله تعالى يقولون بألسنتهم، هذا القيد قيد باللسان. لو قال يقولون ولم يأتي القيد فقلنا يسمى قول القلب وقول اللسان، لكن لما قيد قال يقولون بألسنتهم خلاص انتفى قول القلب، وهذا قول المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هو من أعمال المنافقين. المنافقون يعملون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، لكن أعمالهم بالجوارح، والقلوب خاوية. ولهذا قال المؤلف وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. إذن القول إذا أطلق يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل إذا أطلق يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا تخلف أحدهما، إذا تخلف قول القلب عن قول اللسان صار هذا من أقوال المنافقين، وإذا تخلف عمل القلب عن عمل الجوارح صار هذا من أعمال المنافقين. ف
فتبين بهذا أن الإيمان لا بد فيه من أربعة أشياء: قول القلب، قول اللسان، وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. يقول المؤلف رحمه الله: فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. يتضمن القول والعمل، القول الباطن والظاهر. القول الظاهر النطق باللسان، والقول الباطن تصديق القلب وإقراره، والعمل الظاهر عمل الجوارح، والعمل الباطن عمل القلوب. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم نية، قال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية. لماذا زاد ونية؟ يقول المؤلف زاد لأن بعض الناس قد لا يفهم دخول النية، فلهذا قيد بعضهم قال قول وعمل ونية، وإلا النية داخلة في العمل، النية داخلة في العمل، لكن قيد بعض العلماء قال ونية لأن بعض الناس قد لا يفهم دخول النية، فقال فلهذا قيد بعضهم فقال ونية. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون إلا مقبول، لا يكون مقبول إلا بموافقة السنة. قال بعضهم قول وعمل ونية واتباع للسنة، واتباع السنة. لماذا زادوا اتباع السنة؟ زادوا لأن من باب الإيضاح أن القول والعمل والنية لا يكون مقبول عند الله إلا إذا وافق السنة. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل، الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل وسكتوا ليبينوا اشتماله على الجنس، يشمل جنس القول وجنس العمل، وجنس القول يشمل قول القلب وقول اللسان، وجنس العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر. هذه وجهة من قال قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، جعلوا القول اسما للظاهر وهو قول اللسان، والعمل اسما لما يظهر وهو عمل الجوارح. فاحتاجوا أن يضموا إلى ذلك اعتقاد القلب. قالوا اعتقاد القلب لما أرادوا أن القول الظاهر وعمل الظاهر، احتاجوا إلى أن يضموا عمل القلب، فقالوا واعتقاد القلب. ولا بد أن يدخل في قول اعتقاد القلب يقول أعمال القلب المقارنة لتصديقه، يدخل في اعتقاد القلب أعمال القلب التي تقارن تصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك. فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها، يعني أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح، كما أن أعمال الجوارح صلاة الصيام داخلة في أعمال في الإيمان، فدخول أعمال القلب من النية والإخلاص والصدق والمحبة أولى وأولى من دخول أعمال الجوارح. نعم. وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا أحد الروايتين عن مالك رحمه الله، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك رحمه الله، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة رحمهم الله اشتد إنكارهم على هؤلاء. بقى على هذا في هذا السائل يقول إن الاسم اسم أبي الرضا، يقول الصواب أنه محمد بن الرضا، يقول أتت ورقة من الشيخ عبد الله السعد يقول الصواب اسمه ليس ابن أبي بل محمد بن الرضا. مش عندك في قال الحاشية؟ نعم حاشية. نعم قال بعد التعريف به نعم قال ونشير إلى أن اسمه ورد في نسخة الأصل هكذا علي بن الرضا،
وفي أو في نسخة علي بن أبي موسى الرضا، وفي نسخة علي بن موسى الرضا، وهو الصحيح الذي أثبتناه. أثبت علي بن الرضا. والمحقق من هو المحقق؟ لكن لعلنا سقط. محقق مع دكتور علي الزهراني. ها؟ علي الزهراني. إيه. إذا استوعى علي بن الرضا عندك. علي بن موسى صلى الله عليه وسلم. قال الذي أثبته هو صواب علي بن موسى الرضا، لكن يظهر أنه سقط. علي يقول محمد بن الرضا، في عندنا محمد الأخ ذكر يقول في اسم ليس ابن بل محمد بن الرضا، ما في عندنا محمد ليس ابن عبد الرضا بل محمد، ما في محمد، يمكن لعل علي بن الرضا. على كل حال والشيخ المحقق رسالة، هذه رسالة يقول علي ايش الصواب؟ يقول علي بن موسى ذكر المرجع، ذكر المرجع ميزان الاعتدال التهذيب. يراجع الميزان التهذيب، تأكد منه، راجع ان شاء الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا يحتل روايتين عن مالك. بعض الفقهاء قالوا إن الإيمان يزيد ولم يقولوا وينقص، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وجهة هؤلاء يعني دليلهم وحجتهم، قالوا الزيادة جاءت في القرآن ولم يأتي النقص، يعني قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالوا الزيادة ذكرت في القرآن وليس في القرآن نقص، هذه وجهتهم. لكن يقال كل شيء يزيد فهو ينقص، ويدل على قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالذين قالوا إنه يزيد الإيمان ولا ينقص، حجتهم أن الزيادة جاءت في القرآن ولم تأتي النقص. هذه رواية، لكن الرواية الأخرى يقول عن الإمام مالك، وهو المشهور عند أصحابه كقول الجمهور، أنه يزيد وينقص، ولأنه إذا ثبت الزيادة ثبت النقص، كل شيء يزيد فهو ينقص، إذا كان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، فالزيادة النقص هذا يقابل الزيادة، كل شيء يزيد فهو ينقص وكل شيء ينقص فهو يزيد. لكن بعض الفقهاء أشكل يعني تعلقوا أو استدلوا في الآيات التي فيها الزيادة فقط، ونظروا إلى ظاهر الآيات، قالوا الآيات فيها الزيادة وليس فيها النقص، وهي رواية عن الإمام مالك. أما قول جماهير السنة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو الصواب. يقول بعضهم: وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقالوا ما قال نقول الإيمان يتفاضل، ما نقول يزيد ولا ينقص، وإنما نقول يتفاضل. فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك رحمه الله. وجهته يقول المؤلف: وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى بعد لا رغبة في ثبوته. فوجهة عبد الله المبارك وغيره أنه قالوا الإيمان يتفاضل ويتفاوت، قالوا ولا نقول الإيمان يزيد وينقص، قالوا لأن الزيادة والنقصان فيها خلاف، وما دام فيها خلاف نعرض عنها ونأتي بلفظ لا خلاف فيه هو التفاضل والتفاوت. على كل حال هذا اجتهاد، والصواب أن يقال الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل ويتفاوت، هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير والذي دلت عليه النصوص، وكل شيء يزيد فهو ينقص وكل شيء ينقص فهو يزيد. يقول المؤلف رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. الاستثناء سبق معنا، الاستثناء أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ حماد بن أبي سليمان هذا شيخ الإمام أبي حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة هو أول من قال إن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي سليمان، وخالف شيخه كان الشيخ حماد بن سليمان إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، وهو شيخ لحماد بن أبي سليمان. إبراهيم النخعي من التابعين، يقول إبراهيم بن يزيد النخعي إن الإيمان، إبراهيم النخعي
من التابعين يقول إبراهيم بن يزيد النخعي إن الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يقول الأعمال داخلة في مسمى ويستثنى في الإيمان. فجاء تلميذ محمد بن أبي سليمان وخالف شيخه فقال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان والإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى في الإيمان. وتبعه في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة تلميذ محمد بن أبي سليمان. ولهذا الإمام أبو حنيفة له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان في مسمى الإيمان، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما أعمال الجوارح لا تدخل. وهذه الرواية عليها جماهير أصحابه. والرواية الثانية على أبي حنيفة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، فهو ركن زائد لإجراء أعمال لإجراء أحكام الإسلام على الشخص ولكن ليس من الإيمان. وهذا قول الماتريدية ونصر الماتريدي. فإذا الإمام أبو حنيفة كم له روايتان، الرواية الأولى الإيمان شيئان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، والرواية الثانية الإيمان تصديق بالقلب فقط وأما الأعمال فلا تدخل لأنه تلميذ لحماد بن أبي سليمان. وهذا قول خطأ كما سبق. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وحمد بن سليمان يوافقون جمهور أهل السنة في المعنى، يقول الأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو مستحق للثواب، ومن فعل المحرمات فهو معاقب ومستحق للوعيد ويقام عليه الحد. لكن لا نسمي الأعمال ما نسميها إيمان، نسميها شيء آخر، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى ولا نسميها إيمان. فقال جمهور السنة نسميها إيمان ونسميها بر وتقوى. فهذا الخلاف يقول العلماء خلاف لفظي. ايش معنى خلاف لفظي؟ يعني خلاف في اللفظ والمعنى واحد، يتفقون في المعنى، ولكن مع كون هذا الخلاف لفظي فهذه السنة أسعد بالدليل بالحق من أبي حنيفة وأصحابه، لأنه يجب على الإنسان أن يوافق النصوص في اللفظ والمعنى. فجمهور أهل السنة وافقوا النصوص في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وافقوا النصوص في اللفظ وخالفوهما في المعنى، وافقوا النصوص في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، بل واجب على الإنسان أن يتأدب مع النصوص ويوافق النصوص في اللفظ والمعنى. الله قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فالله تعالى أخبر أن هذه الأعمال إنما هو أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب، وجل القلب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أدخلها في مسمى الإيمان. وفي حديث عفي وفتي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه الأعمال. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون، في رواية البخاري بضع وستون، وفي رواية مسلم بضع وسبعون. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. إذن هذه الشعب كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد ألف البيهقي رحمه الله مؤلف سمى شعب الإيمان، وأوصل شعب الإيمان، تتبع شعب الإيمان من النصوص وأوصلها إلى أعلى البوض إلى 79 شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومرجئة الفقهاء وهي يقول هذه الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فإذا النصوص صريحة واضحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. أما حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه أنكروا تفاضل الإيمان، قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان هو التصديق والتصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأنكروا دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنكروا الاستثناء في الإيمان. وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، يقال لهم مرجئة الفقهاء. لماذا يسمى مرجئة؟ من الإرجاء والتأخير. لماذا يسمى مرجئة؟ لأنهم أرجعوا أي أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان. الإرجاء من التأخير، يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يثوب عليهم، فهم أرجعوا الأعمال يعني أخروها فلم يدخلوها في مسمى الإيمان فسموا مرجئة. وسمي مرجئة الفقهاء تمييزا لهم عن المرجئة المحضة الجهمية وغيرها. الجهمية يقول الأعمال غير مطلوبة، وأما مرجئة الفقهاء يقولون الأعمال مطلوبة ولكن لا نسميها إيمان، نسميها شيء آخر، نسميها هدى ونسميها تقوى.
فأنكر وقال والإيمان هو التصديق فقط، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، والأعمال مطلوبة ولكن ما نسميها إيمان. ولهذا أنكروا دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنكروا الاستثناء في الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ محمد بن أبي سليمان وأمثاله، وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ محمد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة النخعي والأسود يزيد، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سكن الكوفة صار له تلاميذه علقمة والأسود على مذهب عبد الله بن مسعود، كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يقولون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه إبراهيم النخعي والأسود ليسوا من المرجئة، بل يقولون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويستثنون في الإيمان. فلما تتلمذ حماد بن أبي سليمان على إبراهيم النخعي خالف شيخه وابتدع القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وبأنه لا يستثنى في الإيمان، حتى أن مرجعة الفقهاء يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون شاك في إيمانه، يقول تشك في إيمانك أنت تعلم أنك مؤمن كيف تقول أنا إن شاء الله مؤمن إن شاء الله. ولهذا يسمون جمهور السنة يسمون الشكاكة، الشكاكة يعني شكاكة في إيمانك، شكوا في إيمانكم. الإنسان يعلم من نفسه أنه مصدق كما أنه يعلم أنه قرأ الفاتحة كما يعلم أنه صلى، فإذا قرأت الفاتحة قرأت الفاتحة إن شاء الله، إذا صليت صليت إن شاء الله، أنت تعلم أنك صليت وانتهي، فأنت تعلم أنك مصدق ولا تقول إن شاء الله. هذا كلام من مرجعة الفقهاء، يسمون الذي يستثني شاك، يسمونه الشكاك. لكن جمهور السنة يقولون لا، الأعمال داخلة هم مسمى الإيمان، نستثني الاستثناء راجع إلى الأعمال لا إلى التصديق، التصديق ما في شك، لكن الأعمال الأعمال متشعبة وكثيرة، فأنا ما أجزم إني أديت الأعمال كما أراد الله ولا أزكي نفسي، فلذلك أقول أنا مؤمن إن شاء الله، فالإيمان راجع إلى الأعمال. واضح هذا؟ قال والف رحمه الله: وأما إبراهيم النخعي إمام الكوفة شيخ محمد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجع وكانوا يستثنون في الإيمان، يعني يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله. لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، إيش معنى سلفه؟ يعني من سبقه، خالف من سبقه من التابعين، خالف شيخه إبراهيم النخعي واتبعه، خالف لكن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، يعني اتبع حماد بن سليمان من اتبعه، اتبع الإمام أبو حنيفة ومن جاء بعده، تبعوه في أي شيء؟ في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وفي المنع من الاستثناء في الإيمان. يقول المؤلف: ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، كلهم دخلوا في الإرجاء وأخذوا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. رحمهم الله اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. وتبديعهم. ثم إن السلف والأئمة رحمهم الله اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنه لا يكفرون في ذلك. على أنهم نعم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج والقدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. لكن حكي عن أحمد عندك من استعانه
قال لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. الصلاة الثانية حكي عنه. طيب المؤلف رحمه الله يقول السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. يعني اشتد إنكارهم على من؟ المرجئة، مرجئة الفقهاء. المرجئة كما سبق أربع طوائف أو قد تقال خمس طوائف. الطائفة الأولى المرجئة المحضة، والمعنى المحضة الخالصة، وهم الجهم بالصفات. يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. إذا عرف ربه بقلبه يقول هو مؤمن ولو فعل جميع الكبائر، بل ولو فعل جميع نواقض الإسلام، لو سب الله وسب الرسول وقتل الأنبياء وداس المصحف بقدميه ونطقه بالنجاسة ما يكون كافر عند الجهل، إذا عرف ربه بقلبه، نعوذ بالله. إذن الأعمال ما هي مطلوبة، والواجبات ما ولو فعل جميع المحرمات ما يضر. هذا أفسد قول في تعريف الإيمان، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهل. والإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهل، لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني. إذن على مذهب الجهل يكون إبليس مؤمن، أعوذ بالله، ويكون فرعون مؤمن على مذهب الجهل، لأنه يعرف ربه بقلبه. وكذلك اليهود يكون مؤمنين، الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب يكون مؤمن. إذن ما في أحد يكون كافر عند الجهل إلا من جهل ربه بقلبه. فقال العلماء كفروا الجهل، قالوا هو كافر بتعريفه، هو جاهل بربه، ما في أجهل منه، أعوذ بالله. والطائفة الثانية الكرامية، الذين يقولون الإيمان هو قول باللسان فقط، إذا نطق باللسان كان مؤمن. والمذهب الثالث مذهب الماتريدية، أبو المنصور الماتريدي يقول الإيمان تصديق بالقلب. والمذهب الرابع مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من السنة، أبو حنيفة وأصحابه، يقول الإيمان شيئان، قول باللسان وإقرار تصديق، قول باللسان تصديق بالقلب. المؤلف يتكلم عن الطائفة الرابعة وهم مرجئة، يقول السلف والأئمة أنكروا عليهم ولكن ما أحد كفرهم، إلا لكن الجهمية كفرهم العلماء، الكرامية في كلام يعني الماتريدية في كلام، لكن مرجئة الفقهاء اشتد إنكار السلف عليهم وبدعوهم وضلوهم، لكن لم يقول المؤلف لا أعلم، قل الشيخ الإسلام لا أعلم أحدا كفرهم، اللي هم مرجئة الفقهاء. أما الطائفة الأولى الجهمية فهم كفار. يقول المؤلف رحمه الله ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. لماذا عند تدعوهم؟ لأنهم خالفوا ألفاظ نصوص من الكتاب والسنة، كما سمعت الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا، الإيمان بضع نصف من الشروط، فالنصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان وهم أخرجوها، فلهذا أنكر عليهم، اشتد إنكار السلف عليهم وبدعوهم، لكن بدعتهم يقول في اللفظ، وغلظوا القول فيهم، ولكن لم يكفرهم أحد. ولهذا قال المؤلف ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. المراد مرجئة الفقهاء كما سبق، لا المرجئة المحضة الجهمية. يقول بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، لا يكفرون. لماذا؟ لأنهم يوافقون النصوص المعنى، يقولون الأعمال مطلوبة، الأعمال واجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو ممدوح ويثنى عليه، ومن فعل الكبائر والمحرمات فهو مذموم ويستحق العقوبة ويقام عليه الحد، يوافقون على هذا، لكنهم يخالفون في دخولها في مسمى الإيمان، فلهذا لم يكفرهم أحد من السلف، فالمتفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وقد نص أحمد وغيرهم من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما، يعني من نقل عن الإمام أحمد أنه كفرهم أو قال أن بدعتهم بدعة تنازع الناس في تكفير أصحابها فقد غلط. يقول المؤلف رحمه الله والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، يعني فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، جهمية معتزلة، هم مشبهة
معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، يقولون ما كان من المخلوق قبيحا لو فعله فإنه يكون من الله قبيحا لو فعله. يقولون ما يقبح من المخلوق يقبح من الخالق، ووجب على الله فعل الأصلح والصلاح. فهؤلاء هم الذين حفظ على الأئمة تكفيرهم الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فلم يكفروا أحد من العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم الأشياء. ولم يكفر أحمد الخوارج لأن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة لأنهم متأولون، هذا هو الذي عليه جمهور الصحابة جمهور العلماء. وهناك ما كفره من العلم وهو رواه عن الإمام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقدرية يقول لم يكفر أحمد القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم الأشياء. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الغلاة الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا علم الله بالأشياء وقالوا إن الأمر أنف مستأنف وجديد، وهم الذين سأل عنهم تابعين سألوا عبد الله بن عمر عنهم حميد الطويل وصاحبه سأل ابن عمر قال يا أبا عبد الرحمن ظهر قبل أناس يتقفرون العلم يعني يطلبون ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله وكتابته، فقال إذا لقيت هؤلاء فأخذوا أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم روى الحديث اللي هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم حديث عمر في سؤالات جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراته، وفيه أنه لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير وشره. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفر. هذا القدرية الأولى هم الذين كفرهم العلماء الذين أنكروا العلم والمشيئة والكتابة. أما القدرية المتوسطة الذين أقروا بالعلم أثبتوا علم الله الأزلي وأثبتوا كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ، ولكن أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، أنكروا عموم المشيئة حتى لا تشمل أفعال العباد وعموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، فقالوا إن الله شاء كل شيء إلا أفعال العباد وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. للشبهة شبهة حصلت لهم، فهؤلاء مبتدعة. ولهذا قال المؤلف ولم يكفر أحمد الخوارج والقدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم الأشياء، لكن حكي عنه في تكفيرهم رواية تعالى. في أسئلة؟ نعم نقف على هذا، وفق الله جميعا. طاعته في الأسئلة. صلى الله على محمد وعلى آله.